ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ حبيت النهارده اقول لكم انا ليه ما بقتش اعمل فيديوهات كتير، عشان بقيت اخسر مشتركين. كان 71 وبقوا 68، دول بيقلوا مش بيزيدوا يعني. بس كده هو ده السبب، وانا يعني زعلت جدا. انا حاسه اني بقيت نوب وما بقتش يعني بحب اليوتيوب زي الاول. فبس كده، باي.